أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أن تنفذوا من
أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك